Hello everyone, how are you all? I am Abra and this is my channel. هنكمل إن شاء الله سلسلة فيديوهات الـ conversations أو تعلم المحادثات باللغة الإنجليزية وبكمل برضو سلسلة الـ English in home أو تعامل بالإنجليزية في المنزل خصوصا مع الأطفال. النهاردة هنتكلم على الـ sleeping habits أو عادات النوم أو وقت النوم بقول له إيه. بعرف أولادي مثلا إنه وقت تنظيف الأسنان، انا عايزه اقول لهم it's time to brush your teeth. عايزه اقول لهم ان ده وقت تنظيف اسنانهم، فهقول لهم ايه؟ هقول لهم it's time قبل النوم، طبعا بقول لهم it's time to brush your teeth. it's time انه وقت to brush، وقت ان تفرش اسنانك، your teeth. Again, it's time to brush your teeth. It's time to brush your teeth. تمام؟ طيب لو أنا عايزة أقول له استيقظ من النوم بقى خلاص بعد ما يصحى، هقول له time to get up. Time to get up. إنه وقت الاستيقاظ. Get up يعني الاستيقاظ. Time to get up. تمام، سهلة جدا. طيب لو أنا عايزة أقول له هل نمت كويس؟ طبعا ممكن أقول له إيه؟ Did you sleep well؟ دي جملة طويلة بس دايما في الإنجليش، يعني أنا ممكن أقول له Did you sleep well؟ بس في الإنجليش conversation ده غالبا ما بيتخلوا عن المقدمة دي، أول كلمتين بيقولوا له بس sleep well، هل نمت جيدا؟ هو هيفهمهم على طول. تمام، يبقى بكل عشان نسهل على نفسنا وبكل اختصار، واصلا دوت يعني التيبيكال المستخدم ان هما بيتخلصوا من اول كلمتين، فانا هقول له sleep well، هل نمت جيدا؟ يبقى تاني لما اقول له ده وقت تفريش الاسنان او تنظيف الاسنان، it's time to brush your teeth. وقت الاستيقاظ time to get up. time to get up. هل نمت جيدا؟ sleep well. هل نمت جيدا؟ sleep well honey. لو عايز اقول له عزيزي او ابني الحبيب. تمام، سهلة جدا، واتمنى ان انتوا تمارسوها طول اليوم عشان تثبت باذن الله. ولو اعجبكم المحتوى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، اهم من اي شيء عشان يأكد يعني ينبهكم كل ما انزل فيديو، وشيروا الفيديو مع اصحابكم من باب نشر العلم النافع باذن الله، واشوفكم في فيديو جديد. بالتوفيق.